أسعد الأيام. بعد شوية، بعد 8 دقائق من الآن يكون الموعد مع شهير الكيفي، يمشي قدم لكم الأخبار الرياضية. لكن قبل نمشي الموعد من المواعيد، الموعد هذه مؤتمر دولي لسيدات الأعمال العربيات والإفريقيات. مواعيد نستقبل معكم عبر الهاتف مدام وجيهة جبيب، هي رئيسة منظمة المرأة العربية والإفريقية المتخصصة. صباح النور. أخير إن شاء الله نهارك زين. أهلا وسهلا بيك. تونس تحتضن يومي 23 و 24 ماي مؤتمر رؤى التحديث الاقتصادي في الدول العربية والإفريقية، حدث اقتصادي دولي بالأساس، وفيه برنامج أكيد متنوع من عندك أنت. مش ناخذ مزيد من التفاصيل حول هذا المؤتمر لمنظمة المرأة العربية والإفريقية المتخصصة. هو صباح الخير ساعة الناس الكل وجميع المستمعين. هو كما قلت رؤى التحديث الاقتصادي في الدول العربية وضوء التغيرات الاقتصادية والمناخية ودعم الاستثمار وضمان الأمن الغذائي، اللي هو موضوع الساعة هذه في العالم كله، الأمن الغذائي بجراء الحروبات اللي صارت، يعني حرب أوكرانيا روسيا وحرب إسرائيل على غزة وبرشة برشة حاجات، وخاصة التغيرات المناخية اللي هي صايرة التوى في العالم. ففكرنا باش نعملوا احنا كمنظمة المرأة العربية والإفريقية المتخصصة، هو احنا راهو نشمل المرأة والرجل مع بعض احنا في المنظمة، نعم، والعائلة كلها. بالنسبة للمنظمة هي تعرف تعمل التدريبات، تعمل التكوين. عندنا قطاعات، 6 قطاعات اللي هما القطاع الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليم والثقافي والتنمية الشاملة. وهذا المؤتمر حبينا نعملوه تولي أول مرة في تونس على أساس نشوف الحلول إذا ممكن اللي نلقاوها بالنسبة خاصة للأمن الغذائي. أنت تعرف توا هذه التغيرات اللي قلت لك عليها، هو الأمن الغذائي اللي صارت غلاف الأسعار ومن جراء هذا الكل، وإحنا ماهوش في تونس بالقراه، في العالم هذا، العالم الكل يحكي على الموضوع هذا، في العالم أجمع، ولازم إحنا نجم نمشي ومع هذا باش نخفض شوية يعني من الناس والكلام اللي صار الغداء غالي غالي غالي. هذا راهو في العالم ويلزمنا كلنا نتجندوا مع بعض باش نعديو العقبة هذه اللي صايره. هو الموعد اليوم وغدوه 23 و24 ماي، الموعد اليوم وين مش يكون بالضبط؟ ثم اضافه لرائدات الاعمال التونسيات، شنو البلدان اللي مش تكون حاضره؟ جسم هو فما عندنا 11 بلد اللي حاضرين، فما موريتانيا، تونس، ليبيا، بطبيعه تونس احنا، ليبيا، الجزائر، مصر، سوريا، العراق، الإمارات، الكويت، اليمن، السودان، السعودية. دونك هذوما، واحنا في المنظمة نتاعنا عاملين توا اللي وين باش نركزوا 5 فروع في 5 بلدان على أساس تكون على البلدان العربية كلها. بدينا بالطريف فهمتني، وفما عنا اليوم الحضور مع جماعة كلهم اللي عندهم خبرة فهمتني في هذا المجال، وجماعة من برا اللي بيش يتكلموا، جماعة من برا اللي بيش يتكلموا، رجال ونساء. وكما قلت لك هو مختلط ما بين رجال ونساء، يعني شخصيات دولية، خبراء اقتصاديين، شخصيات ممثلي مؤسسات اقتصادية كبيرة، مؤسسات اقتصادية، المجتمع المدني ما ننسوش زادة فهمتني، والخبراء كما قلت من تونس ومن برا اللي بيش يتكلموا.
باهي. هو ماهوش أول مؤتمر، لأنه اعتادت المنظمة متاعكم أنها تنظم مؤتمرات ومتقيات من هذا النوع. الجديد في الدورة هذه، ثم بما أنه مش يكونوا حاضرين السيدات الأعمال التونسيات، وقلتوا أنتم في البلاغ متاعكم مش نحاولوا نبرزوا النجاحات متاعهم في مجال الاستثمار، أعطينا هكا في كلمتين أبرز النجاحات متاع سيدات تونس في هذا المجال وجديد هذه الدورة. والله سيدات تونس انت عارفة هما غنيين على التعريف، ولو حتى في البلدان العربية ما نجمش نقول على تونس برك، أما تونس عندنا برشا اللي هما سيدات المبرزين في العمل هذا، سواء كان الاقتصادي والاجتماعي وأصحاب صعيبات مصانع، ولا ننسى زادة المرأة الحرفية اللي هي تكونت فهمتني وصارت تعمل في برشا حاجات، يعني حتى صاحبات المشاريع الصغرى والمتوسطة مش يكونوا حاضرين. وين بالضبط مدام وجيها؟ حتى عندنا معرض زادة عاملينه بالنسبة لل تبعين الشؤون الاجتماعية متاع المعاقين، عاملين لهم طاولة باش يعرضوا زادة المشاريع متاعهم والأشياء اللي عملوها في النجم ونروجوا لهم. نعم المكان مدام وجيها مش النجم ونجيوا كيكا ونروجوا معكم زادة نحن ونشوفوا النجاحات هذه. بالطبيعة بالطبيعة مرحبا بكم. وين؟ في رمادة. أوتيل بجمر. شكرا جزيلا لك مدام وجيها جبابلي، رئيسة منظمة المرأة العربية والإفريقية المتخصصة. بعد